الجزائر اليوم أيضا لها طموح أنها تصبح قطب تنافسي في البحث والتطوير La Recherche et Développement. ومن أجل ذلك يتم حاليا وضع ترسانة قانونية وسلسلة من المحفزات للتشجيع على البحث والتطوير داخل الشركات. نذكر على سبيل المثال في قانون المالية لهذه السنة الذي تم الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفته، تم إدراج إجراءات محفزة للبحث والتطوير وتخص إحفاءات ضريبية لمصاريف البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الخاصة، وتصل إلى 30% من هذه المصاريف، والهدف هو الرفع من نسبة البحث والتطوير، الرفع من نسبة أيضا توظيف الكفاءات العالية سواء مهندسين أو دكاترة أو باحثين داخل الشركات، واستغلال القدرات الهامة التي تملكها الجزائر في مجال التكوين. 1.8 مليون طالب جامعي وأكثر من 300 ألف متخرج سنويا، الكثير منهم ينجحوا لهم نجاح بارز في دول الخارج في أوروبا في أمريكا، وهدفنا اليوم في الوزارة هو إبقائهم في الجزائر وتمكينهم من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني انطلاقا من الجزائر.